من نابلس ينضم إلينا خالد بدير مراسل الغد. خالد، دعنا في تفاصيل هذا الخبر. نعم، بالفعل أصيب قبل نحو ساعة من الآن 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي نتيجة قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من الشبان الذين تصدوا لهجوم للمستوطنين في المنطقة الجنوبية من بلدة قصرى جنوب نابلس. المستوطنون هاجموا عددا من الأحياء السكنية والمحال التجارية ورشقوا الحجارة وتصدى لهم الشبان على الفور. فورا أن اندلعت المواجهات حضرت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان وأطلقت الرصاص الحي بصورة كثيفة صوب الشبان. أصيب خلال عملية إطلاق النار 3 شبان، واحدة منهم خطيرة، نقلت بواسطة سيارة إسعافات إسرائيلية إلى الداخل الفلسطيني المحتل وتحديدا إلى مستشفى بلينسون حسب تأكيدات أسرة الشاب. كان قد أصيب برصاصة في منطقة الصدر والإصابتان الأخريتان كانت في القدم ووضعهم مستقر. حتى هذه اللحظة بعض الأنباء قبل قليل تحدثت عن أنباء عن استشهاد الشاب، ولكن مصادر عائلية أكدت أنه لا صحة لاستشهاد الشاب ولا تأكيدات من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. الشاب استقرت حالته وهو الآن في مستشفى بلينسون الإسرائيلي في مناطق 48 ويتلقى العلاج. المواجهات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال، ويستمر أيضا إطلاق طبعا فعاليات الإرباك الليلي لهذا اليوم في قصرى من خلال إشعال الإطارات المطاطية وكذلك أيضا التكويرات في المنطقة ردا على الهجمة الاستيطانية الشرسة من قبل المستوطنين في مستوطنة مجدولين باتجاه البلدة من خلال تنفيذ الاعتداءات، إحراق المركبات، تكسير أشجار الزيتون واقتلاعها. وهذا بالتأكيد يزيد من وتيرة التصعيد، سيما وأن المنطقة الجنوبية في مدينة نابلس تعرضت خلال الفترة الماضية لفتيل تصعيد مستمر تمثل ببؤرة أفيتار الذي تم إخلاء البؤرة وبقيت المناطق الوحدات الاستيطانية في المنطقة بوجود عسكري إسرائيلي. وحتى هذه اللحظة شبان حراس الجبل يواصلون فعاليات الإرباك الليلي وهم يريدون إخلاء تام للبؤرة الاستيطانية من المستوطنين وحتى كذلك أيضا من التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة. نعم، خالد بدير مراسل الغد كنت معنا من نابلس، شكرا لك.